كحال عدد من الدول الأوروبية، كانت سفن اللاجئين السوريين الهاربين من الموت ترسو على جزر السويد. في هذا البلد شديد البرودة، استطاع غالبية من لجأ إليها من السوريين الشعور بدفء الاستقرار في ظل الإمكانيات والتسهيلات التي قدمتها لهم مؤسساته. منذ عام 2013 كان تقييم مصلحة الهجرة في السويد بأن الوضع الأمني في سوريا على درجة من الخطورة وقد يهدد حياة أي شخص كان، ولذلك يتوجب منح اللجوء لأي سوري يصل إلى بلادهم عدا مرتكبي جرائم الحرب. بهذا القرار كانت السويد أول بلد أوروبي يقدم هذا العرض، الأمر الذي شجع أعداداً أكبر من السوريين على خوض رحلة اللجوء القاسية للوصول إلى بلد الأمان. مع بداية عام 2019 كان ملف اللاجئين على صعيد أوروبا يشهد عدداً من التحولات، فقد أخذت عدة دول أوروبية تطالب الاتحاد بضرورة مراجعة ملف سياسات الهجرة الأوروبية انطلاقاً من تغير ظروف الحرب وتوقف القتال في عدد من المدن السورية. السويد بدورها أخذت تتأثر بهذه الرؤية، وهو ما برز خلال الأيام الماضية عبر إعلانها عن قرارات وشروط جديدة حيال المتقدمين بطلبات اللجوء. ووفقاً للبيان الذي أصدره مجلس الهجرة السويدي، فإن التقييم الحالي لمصلحة الهجرة بات يرى أن حدة النزاع قد تراجعت في عدد من المدن السورية، ما يعني ضرورة النظر في طلبات الأشخاص القادمين منها. بعض المواقع السورية فسرت هذا القرار بكونه يعني توقف الحكومة السويدية عن منح حق الإقامة للقادمين من دمشق وطرطوس والسويداء وغيرها من المدن. لكن بالعودة إلى البيان، فإن ما يلاحظ هو عدم إشارته إلى أي عبارة أو كلمة تشير لتوقيف المنح، وإنما هناك إشارة إلى أنه سيتم النظر إلى توقف القصف في عدد من المناطق أثناء الاطلاع على ملفات المتقدمين باللجوء. فما هي بنود القرارات الجديدة؟ وهل سيشمل جميع اللاجئين السوريين؟ أم سيشمل عدداً من الحالات فقط؟